كذلك من المهمات بالنسبة لبرنامج الصائم أن يحافظ على الفرائض لأنها رأس المال، وأنه لمن العجب المحير أن الإنسان تفوته الفريضة في رمضان، فريضة الصلاة تفوت في رمضان، عجيب هذا. أين ابتغاء فضل الله؟ أين الرجاء من الله؟ أين الطمع في رحمة الله؟ أين الخوف من شؤم الذنوب وعواقبها في الدنيا والآخرة؟ كيف تفوتك الصلاة الفريضة وأنت صائم تريد رحمة الله بالصوم وتضيع الفريضة التي أعظم من الصوم؟ لا يقبل الصوم ما لم تقبل الصلاة، افهموا هذا. فإن العمل ينظر فيه أول شيء، إن وجدت الصلاة نظر فيه، وإن لم توجد لم ينظر فيه. فإذا نظر ووجدت فيه، إن وجدت تامة كتبت تامة، وإن وجدت ناقصة قال الله تعالى للملائكة عليهم السلام انظروا هل لعبدي من نوافل فيتم بها من تقص من فريضة. ثم يسار بعمل على هكذا، فريضة نقص فريضة الزكاة تكمل من النافلة، ونقص الصوم يكمل من النافلة، ونقص الحج يكمل من النافلة، ونقص التوحيد يكمل من الأذكار والدعاء. لا بد الإنسان يحافظ على رأس المال، أن يعنى بالفرائض. ترى أدائك الفريضة وحدة أفضل من قيامك الليل كله. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل يصلي الليل وينام المكتوب، قال هو في النار.